مشاهدينا تسعه صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين. تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانه. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اجتماعا بمائدة مستديرة بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين لمناقشة جوانب التعاون الثنائي. وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء الهند الذي يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات خلال إجازة العيد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني. كما كلف مدبولي خلال ترأسه اجتماع المحافظين بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك. كما شدد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد. أعلن مكتب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه توسط في اتفاق مع يوجيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر الذي وافق على تهدئة الوضع. وأضاف بيان أن لوكاشينكو أجرى محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتبع البيان أن المحادثات استمرت ليوم كامل أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على عدم القبول بإطلاق العنان لحمام دماء على أراضي روسيا. وذكر البيان أن بريغوجين وافق على اقتراح الرئيس لوكاشينكو بوقف تحركات مجموعة فاغنر المسلحة على الأراضي الروسية واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة حدة التوتر. أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن رئيس مجموعة فاغنر يوجيني بريغوجين سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده بريغوجين ضد القيادة العسكرية الروسية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين إن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفته الشخصية ببريغوجين منذ نحو أكثر من 20 عاما. وأكد الكريملين أن التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن التطورات في روسيا. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعماء أكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا. وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتز أن الزعماء الأربعة أكدوا خلال المحادثة التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا. كما أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزعماء اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة. أعلن الجيش الأوكراني أن قواته أحرزت تقدما بالقرب من مدينة باخموت. وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق تيليجرام إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، وهي المدينة التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي بعد قتال استمر لشهور. أعلن الجيش الباكستاني مقتل مدنيين اثنين على أيدي القوات الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وذلك في أول صراع بين الجارتين منذ وقف إطلاق النار بينهما في 2021. وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه جرى استهداف مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة والذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين، محذرا من أنه يحتفظ بحقه في الرد. وكان الجانبان قد اتفقا في 2021 على وقف إطلاق النار على طول الحدود المتنازع عليها.
مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.